أيها المسلمون، إن نوافل الصلوات من خير ما يدخره الإنسان من عمله ليوم المعاد، وهذه النوافل منها ما يصلى في المسجد ومنها ما يصلى في البيت، فاجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإنها لكم خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، أي إذا صليتم الفريضة في المسجد فاجعلوا بعضا من النوافل في بيوتكم ليقتدي بكم أولادكم وزوجاتكم، فيكون في ذلك الخير العظيم، فيتعلم الصغير ويتذكر الكبير، وتنزل في البيوت الرحمة والسكينة. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.